طبعا كل الاداه دي بتضاف لجوجل كروم بحيث انها تساعدك على التخلص من اخطاء والكتابه المتكرره. ممكن تكون في حاجه كل شويه تكتبها، فبيديك قوالب جاهزه بحيث تسهل عليك الكتابه. بيعمل لك موضوع اتمته، يعني مجرد ان انت تبدا في حاجه هو يبدا يكتبها لك كلها. ممكن اختصار معين تتفق معاه، ان انا اول ما اكتب الاختصار دي تي واي تروح انت كاتب ثانك يو سو فيري ماتش. وممكن تبقى في مثلا ديناميك تمبليت، في تمبليت جاهز مجرد بس ان انت بتملى اسم وبعض المعلومات البسيطه اللي انت بتتغير من شخص لشخص. تقدر انت تعمل شير وكولابريشن في الايميل اللي انت كاتبه، وهي الاداه موجوده معاك طول ما انت بتستخدم المتصفح، سواء بقى في اي ايميل سواء على لينكد ان وهكذا. في اي حاجه انت بتكتبها بيوفر عليك وقت، ممكن تتفق معاه على خسارات معينه يروح هو كاتب لك الرساله كامله.